بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون هذا النموذج هو نموذج المجلة. داخل المجلة سيكون خارطة الطريق، أو ستكون خارطة الطريق لعدد من الطلبة يلتحقوا، طبعا من بنات وأولاد، وقد حددت الأعمار بين 12 سنة إلى 16 سنة، وأيضا من هم في المرحلة السادسة الابتدائي إلى الأول ثانوي لبناتنا وأولادنا. طبعا نحن نتكلم مع الطلبة نفسهم، أو المجلة تتحدث مع الطلبة. هناك أربع فصول دراسية ستبدأ من شهر 12 من هذا العام 1443 البداية، والمواد هامة جدا لكي تطلع أو ليطلع أو ليتكون جيل مساهم في تنوير الجيل القادم، وهم ليس 12 سنة بل الجيل القادم اللي عمره 10 سنوات، يعني مواليد تقريبا 2014. نجد إنه الأحداث متسارعة، هناك فشل بعد 100 عام، يعني نقول جزافا 100 عام من المنظومة الحالية، يعني التعليم وينتظر الطالب حتى يخرج من الثانوية حتى يستطيع، سواء في كل العالم يعني، حتى يستطيع انه يعني التعليم يشغل كل الوقت لمدة 12 عام. يعني من الصعب أننا نترك الأولاد أو البنات الذين يريدون التعليم يعملوا، بل بالعكس، يعني حتى في الإجازة يرتاح الطالب، ما عنده نفس للعمل، وسنة ورا سنة سنة ورا سنة فيها جد واجتهاد، وهذا جيد. وطبعا من يفوتوا أو تفوتوا هذه الـ 12 سنة يتأخر، يعني كل العالم متفق إنه أبناءنا وأولادنا نعلمهم، وهذا شيء جيد، حتى ما ننظر يعني بعد ما يتعلم يخرج من الثانوي لو حب يروح جامعة أو يشجعوا، يعني كلنا نشجع يعني 100%. لكن طبيعة الإنسان طبعا، وهذا يرجع إلى الأشخاص نفسهم، أقصد الصغار، يتوق ويتمنى إنه يبدأ يشارك الأسرة أو يكون له دخل. يعني من عمره 13 سنة هذه أمنية. ليش؟ لأنه في الإنسان يبدأ من 13 سنة سواء بنت أو ولد عنده تطلع اللي هي حاجة إثبات الذات، ليس حاجة الأكل والشرب
أو حياة رفاهية. يعني مهما كان هو بيت غني أو بيت فقير، يبغى يحقق بنفسه شيء. وأهم شيء لكل الناس يعني يبدأ يحس بأنه يحتاج أنه يملك مبلغ من المال حتى يدخره. يعني مثلا يتمنى كل ولد وبنت أنه يدخله في الشهر مثلا 500 جنيه، بحيث أنه هو ممكن حتى يدخر منها 200، يعني كمان يتعلم الادخار لنفسه حقه. فلو دخل 200 وكان مثلا 10 أشهر اشتغل، عنده 20,000، 200 × 10 و300 ممكن انه يعني يتوسع فيها. ويبدأ يقول لأمه وللأب للأسرة، أنا ما أحتاج دعم، يعني ادعموا الصغار. هنا يحس الإنسان بزهو، وخاصة إنه في مشاكل كثير بتحصل بسبب الأبناء والتعليم وكذا وكذا. يعني الأب كان بيدخل أولاده بيدعمهم في التعليم، وأصبح يعني كتروا الأولاد وكترة النفقة، والأم تشتغل، ويعني في مشاكل سواء تعاونوا أم لم يتعاونوا. كذلك الأب والأم كل واحد يحب يدخر لمستقبله. يعني لو كانت الأم تشتغل والأب يشتغل، الأب تجد يحب يدخر لنفسه لحالة مرض أو كذا، أو حالة مثلا حتى لو قدر الله مثلا انفصلت الأسرة يكون هو عنده، لأن الحالات أمامنا كثيرة. أحيانا الزواج ما يستمر حتى بعد الأبناء، بعد 5 سنين 10 سنين في مشاكل معينة، توقع الطرفين أنهم ينفصلوا، فيبدأ النزاع، كل واحد يحاول يوفر نفسه، وكل واحد يحاول يتخلى عن مسؤولية، والأبناء يشهدوا هذا الشيء. فالحاصل أنه كل ابن أو كل فرد في سن 12 سنة 13 سنة يتوق ويتمنى أنه حتى لو كانت الأسرة مي محتاجة، أنه يبدأ يوفر نفسه. يعني آخر العام عنده 20,000، لو تخيل أنه 5 سنوات يصير عنده 100,000 جنيه، يشتري شيء معين، عربية، حاجة، يمتلك. يعني في ناس حلموا أنه يمتلك عربية، سواء بنت ولد، وهذا معظم يعني معظم حلم الناس أنه يمتلك عربية مش بيت. يعني أنا 12 سنة ما يصير 17 يكون عندي عربية ملكي أنا، يعني حاجة حلوة. كمان التملك لما يكون أنا اللي تملكت، يعني يحس الإنسان بزهو وبإنجاز. وهذه طبيعة في كل الناس، يعني كلنا مررنا بها سواء بنت أو ولد. يعني خلينا نقول 100,000، يعني حتى البنت عندها مال، قد يساعدها أحد في الجهاز أو كذا، بس عندها مال. قد المال هذا تقترض من أشياء كثيرة، قد تقدم وتقترض عربية، عندها عربية. في بعض مجتمعات يعني زي مصر مثلا وكذا لازم جهازها، مثلا هي تريد تتزوج من شاب، هو كمان عنده 100 وهي عندها 100 أو 200 أو 3، يعني ممكن من السن ده تنظر المرأة إلا عنده. يعني في واحد أو البنت، في واحد ما شاء الله ادخر، هي ادخرت 20,000 وهو ادخر 30,000، تبدأ تنظر له، أو 40,000، يعني صار يساهم. يعني الأسرة أو الاختيار مش زي الوضع الحالي، اختيار
الشاب للشاب والشابة للشاب، إنه إنسان حريص على إنه يصنع مستقبله. يعني بمعنى ما في أحد ضعيف، لأنه الشاب لما يريد يتزوج ما يريد يتزوج واحدة ضعيفة وما عندها مفهوم الادخار وكذا، لو عندها أفضل ومالها ما يقدر يسطو على مالها، يعني تعجبه. لو هو نفس الشيء، يعني البخيل يحب البخيلة والكريم يحب الكريمة مثلا. ما أطيل، نوعدكم إنه على هذه الشاشة اللي نراها دائما تكون في محاضرات، مثلا نسمي المحاضرات ممكن 00 SM00، أو نتركها بالتاريخ مثلا، سمارت والتاريخ، سمارت والتاريخ. مهم جدا انه هذا التعليم يصير موازي، يعني ما يترك الانسان التعليم بس، هو حيشجعه على الانجاز. يعني حتى لو كان يروح مثلا مركز ويدفع فلوس او تقويه، ما عاد يحتاج تقويه، لانه هذه هنا المواد كل المواد مختزلة فيها. يعني نفهم عمق المناهج اللي هي بندرسها نحن سواء في الثانوي وكل، إذا فهمنا عمقها والمهم الاستيعاب والفهم، فهم الحياة، فهم الحياة، سيكون معنا في هذه المواد فهم حياة الطلبة اللي هم عايشين فيها، لأنه صعب هم يعني مثلا نحن الكبار شايفين المشاكل الاقتصادية والدولار والذهب وكذا، لكن هم مو شايفين. فهنا يكون عندنا مجال إن الكل يتهيأ بعد عام لكسب لا يقل عن 500 كل شهر، هذه 50 أو 5000 جنيه، 500 × 10 5000 جنيه. طبعا نحن بنقول فلو استمر وفر 500، عنده مجال الـ5000 دي ممكن تصير بعد 10 سنين